يا أصدقائي، معكم سامو. طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان، في هذا الفيديو يا أصدقائي راح أقول لكم شنو فائدة هذا العلم اللي ظهر حاليا بالشاشة باللون الذهبي، ما أدري شنو اسمه. طبعا بعدكم انتبه لإله، بعدكم ما انتبه، ولما شفتوه يا أصدقائي ما عرفتوا شنو ميزة هذا الشيء، وإذا لازم نجمعه شنو راح نحصل، ويا ترى إذا جمعناه راح نحصل على جواهر أو كوينز أو راح نحصل على شيء أو مكافأة أو لازم نحصل على عدد معين. وأنا بنفسي يا أصدقائي تسألت شنو ميزة هذا العلم الذهبي، وجاني فضول، وطبعا اكتشفت ميزة هذا العلم وليش لازم نجمعه وإذا هو مهم وشنو الفائدة تبعه. فراح أجاوب على هذا السؤال، وراح أيضا راح أقولكم كيف تقدرون تجمعون هواي من هذا العلم. فالفيديو راح يكون نار وبنفس الوقت مفيد، لازم تتابعون الفيديو للأخير. وأيضا يا أصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو بليز لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، أيضا تشتروا هذا الفيديو مع أصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه الحركات ما راح تكلفكم إشي، وإنما راح تدعمني على المود استمر في تنزيل الفيديوهات بشكل مستمر وأنزلكم كل شيء عن PKXD. وبس هسه خلونا نبلش بالفيديو تبعنا، so let's go. سؤالي الأول يا أصدقائي، وين راح نلاقي هذه العلامات؟ طبعاً يا أصدقائي حتى لو شفتوها أنا راح أقولكم وين تكون. طبعاً هي راح تكون بالجزيرة الجديدة، جزيرة المرح تبع تحديث عيد ميلاد لعبة PKXD الثالث. لحظة أريكم المكان بالضبط، بس تابعوا الفيديو أوكي؟ يلا هسا راح نروح. تمام، ما راح تكون أصدقائي بالجزيرة بالضبط، وإنما راح تكون بهذه البيوت، هذه البيوت الموجودة هنا المعروضة للبيع. أول شيء لاحظت هي موجودة ببيت ماكسين أو بيت الألعاب، وأيضا موجودة في بيت قلعة النيمدة أو بيت النيمدة. أما بيت الأضمن فهي ما موجودة بهذه العلامات الذهبية للأسف يا أصدقائي، لكن مو مشكلة أوكي. هسي يا أصدقائي رح أدخل على بيت النيمدة أو بيت القلعة، لأنه شفت موجود هواي وشفت في مكان موجود كثير، بس لحظة أرويكم. أوكي شفتوا يا أصدقائي هسا جمعت واحدة، طبعا اختفت لأنه مريت عليها. يب يا أصدقائي جمعت واحدة، أيضا جمعت خلف الكواليس. شوفوا أيضا يا أصدقائي هنا موجود اثنين، شوفوا لا ثلاثة، واو حلو. وفي هذا المكان السري يا أصدقائي أيضا موجودة، شوفوا موجودين كل هذول، واو شفتوا جمعناهم كلهم. وبهيك يا أصدقائي رح نضل عم نجمع ونجمع، بس لحظة أجمع شوي وبعدين أراويكم الفائدة. يب وحدة موجودة هنا، so let's go. أوكي أتوقع لسه موجودة وحدة هنا، خلونا نروح لبيت ماكسين يمكن تكون يعني كثير. فيلا اوكي يا أصدقائي هسه دخلنا على بيت ماكسين او بيت الالعاب. اوكي في هواي صراحة، شوفوا اول وحدة، تاني وحدة، اوكي هذه هي، شفتوا لونها ذهبي جنن. ثالث وحدة، رابع وحدة، خامس وحدة، سادس وحدة، وين السابعة؟ واو صراحة مرة في كثير، في كثير يا أصدقائي. هذا شكله مثل متاهة، صعبة شوي. جمعنا وحدة سابعة، هذه تامنة، تاسعة، وين هذه العاشرة؟ يلا وين بدي أشوف لسه. هذه رقم 11، إيه 12، بس لحظة 12، يلا 13 14 15 16. طبعا يا أصدقاء لما انتوا تضغطوا عليها وتجمعوها بترجع مرة أخرى، هذا على حسب اللي شفته. طبعا مثل ما انتم شايفين هذيك حصلتها وهسه رجعت، ويلا هذا اتوقع 15 او 16.
طبعا حصلنا على هواي، ولكن لما راح تعرفون الفائدة تبعهم او الميزة تبعهم راح تنبهرون وراح تتحمسون على مود تجمعوهم اكثر. يلا هسه يمكن جمعنا حاليا شي 19 او 20 هيك تقريبا، فهواو جمعنا منهم كثير. اعتقد يا اصدقائي هسه جمعت كمية كافية اللي صار رح جمع هذه اخر واحدة. وهسه يا اصدقائي طلعت من بيت ماكسن، وهسه خليني اجاوب على الجواب الثاني والاهم، وهو شنو ميزة او شنو الفائدة تبع هذه العملات الذهبية. هسه يا اصدقائي رح اقولكم، اول شي لازم تروحون لبيتكم، اي بيت يا اصدقائي مثل ما كان، سواء كان بيت غالي او بيت بشحن او بيت عادي، اي بيت اي بيت، حتى البيت المجاني تزبط عليه الفكرة. يب يا اصدقائي هذا البيت او بيت الشجرة، شوفوا يا اصدقائي اي بيت في بيكاكس دي تزبط معاه، هذا البيت او 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 بيت الهيلو كيتي، فكل البيوت. اوكي انا راح استخدم بهذا الفيديو بيت النيمدا او بيت القلعة. هسه يا اصدقائي دخلني على البيت، هسه راح نضغط على هذه العلامة تبع تعديل البيوت. هسه اتوقع انكم فهمتوا الفكرة انه هذا اثاث. يب يا اصدقائي شوفوا راح نضغط، طبعا راح تسألون وين راح نلاقي هذا الاثاث. راح نضغط على هذا الزر الموجود هنا، وراح نختار هذه سبيسيال ايتيمز، وهذه هي يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين. او ماي جاد، طبعا انا هنا حصلت على 15، لكن يا اصدقائي لو تلاحظون لما كنت اجمع جمعت اكثر من 15، شكل الباقي ما انحسب. يمكن هذا يا اصدقائي يكون خطا، فوالله ما ادري. طبعا هذه الاشياء اعطوني اياها، حتى هذا يا اصدقائي انا ما جمعته، اعطوني اياه، ما ادري اذا اجى مع البيت او لا. يب يا اصدقائي هسه خلونا نشوف، شوفوا هذا الاثاث، شوفوا يا اصدقائي كيف عم يظهر، شكله يجنن وشكله ذهبي. طبعا هذا يا اصدقائي ينفع للباركور مثلا، كانه عباره عن جائزه لما نخلص الباركور، فكلش حبيت الفكره تبعه. راح احط تقريبا يمكن 5 هيك. اوكي راح اسوي مثل حلقة. اوكي هسه راح اسوي تمام. هسه سويت يمكن كم سويت يا اصدقائي؟ 6. شوفوا يا اصدقائي واو الفكرة حلوة. وايضا اللاعبين اللي راح يجوا يا اصدقائي او راح يدخلوا على البيت، لما راح يمروا عليه راح تتجمع عندهم مثل ما انتم شايفين، وراح تختفي. شفتوا يا اصدقائي هسه بعد ما جمعتهم رجعوا، رجعوا 2، هسه رجعوا هذول، شفتوا عم يرجعوا. فهذه هي الفكرة تبعهم كلش حبيتها، وراح تنفعنا في تأثيث البيوت. وبس يا اصدقائي هذا كان هو فيديو اليوم. اكتبوا لي يا اصدقائي بالتعليقات اذا كنتوا تعرفوا بهذه الفائدة او بهذا السر يا اصدقائي. اتمنى يا اصدقائي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، عرفتوا كيف تقدرون تجمعون هاي العلامات، وايضا تكونوا عرفتوا الفائدة تبعهم والميزة تبعهم. فاذا استفدتوا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وايضا تنشروا هذا الفيديو مع اصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي. وبس مع السلامة، باي باي، سلام.